اوكي يا جماعه هنرجع لصديقنا حسام كمان مره. الاسبوع اللي فات كان في مليونيه وما روحتش، كان عندي ميعاد مع واحده، مع انه والله دي اول مليونيه فوتها. اصحابي بهدلوني يا دكتور، بهدلوني. حسام، المليونيه دي حق البلد على كل راجل، بس الراجل من الناس عاد بيتزنى والميدان واسع. يعني ايه؟ يعني مره تانية لو ما روحتش كلم صاحبك هزقه، قول له انت فين ما جيتش ليه، هيقول لك رحت كدابه، وبكده تبقى رحت ولا مؤاخذه معادك وعلمت على اصحابك. ركبوا غلط يبلعلك الزلط. الرجوله مش سهله، اشرب بيرال، مشروب شعير طبيعي طعم يغطي على المر اللي بندوقه. بيرال